انا اليوم حاطط على 4.8، معناتها هون العيارتين بتحكموا بين 0 و 4. هي الثانيه الصورة عرفنا انه هيدي قطعة انضربت وهيدي قطعة انضربت. طيب اذا هيدي قطعة مضروبة شو حل؟ الحل انه احنا نعمل عملية قصر بعض الخطوط اللي بتقدم لي بتشغل لي الدارة بوضعها الطبيعي. عندنا هون ثلاث رؤوس، في عندنا رأس منخفض او قطره صغير، والاوسع والاسوأ. اوسع الامريكية كلها بتلاقي ثلاث خطوط، الشيء اللي بيجينا كلهم بيعتمدوا على ثلاث خطوط. نحن الخط الاصفر هو خط تعريض. طبعا التعريض بيفيدنا ايمت؟ لما بكون عندي شورت او في عندي تفريغ، التعريض بيريح الدارة وما بيعمل لها خلل إلها او ما بيعمل لها مشكله. مركز معارة نعمان، مشروع معاقي الحرب، منظمة زوم ان. المشروع هو تدريب المعاقين على صيانة جوالات وصيانة محركات كهربائية المنزلية، وتوجد حرفة لاحقة هي الفسيفساء. مدة التدريب 4 شهور، بيتخرج فيها المتدرب بعدها قادر على انه يفتح محل ويحسن انه يحسن الدخل عنده، ويكون قادر على إعالة عائلته بشكل كامل. أصبت بلغم أدى إلى قطع البتر يجري، وما عاد نحسن نشتغل أعمال شاقة يعني وهيكي، وخضعنا دورة صيانة موبايلات أجهزة، ووصلنا بالدورة شهر ونص، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني تعلمنا على السوفتوير وهيك، وإن شاء الله لآخر الدورة بنكون إن شاء الله خلينا السوفتوير والهاردوير، سنعرف نفك ونركب تصليح أجهزة ونفتتح محل صغير. ونشكر الإخوان جزيل الشكر. بعرف ليش حدا بالجنوبي طلق ناري تسببت لإعاقة زميلي، فجيت لهون بدي أعمل دورة صيانة موبايلات سوفت وير وهارد وير. أنجزنا تقريبا حوالي أكثر من نصف الدورة، شهر 10 أيام تقريبا. إن شاء الله إذا بنخلص الدورة بنكون قادرين على إنه نفتح محل صيانة هواتف ونشتغل فيه.